هي في الحقيقة هي زيارة مهمة، مهمة لأنه باش يشوف يعني السيد الوزير يعني شاف بعينه أنه شركة بينوس هي يعني شركة مواطنة، وحنا من البكري كانت عندنا يعني اتفاقيات مع لي سون دو فورماسيون، لأن حنا متيقنين أن ما ينجمش يكون اقتصاد قوي لو كان ما يكونش كاين يعني اون فورماسيون فالوريزونت، سا سي امبورتون. اليوم اليد العامل المؤهلة هو أساس نجاح المؤسسة. حنايا راكم شفتوا لينيتي بلاستيك هذه، سيت يونيتي اللي عندها حوالي 15 سنة. المواد اللي نصنعوهم هنا اليوم تاع التعبئة كانوا سي دي برودوي كي تي امبورتي، كنا نستوردوهم وقلنا محال حنا ما نجموش نكملوا نستوردوا يعني دي زيليمون بلاستيك دي زومبالاج اللي نجمو نخدموهم حنا لوكالمون، ميم سي سا دوموند اون تكنولوجي دو بوينت، مي قلنا هذه عيب علينا. ولهذا اليوم براتيكمون لونسومبل يعني كاع لي زومبالاج تاع مخابر فينوس اليوم منتج محلي او سان دو لونتربريز فينوس، اي سا سي اون فيرتي. عندنا حوالي 25 يعني متربص داخل الشركة، وفي 25 يعني مؤخرا كاين 8 متربصين اللي يعني دخلوا كيعني تكنيسيان او سان لونتربريز، اللي ولاو يعني عمال في الشركة. وهذه سون فيرتي لان حنا هذو العمال هذوما يعني بداو معنا من هاللي كانوا متربصين، وتلقينا منهم يعني تجاوب، شفنا بلي يعني تجاوبوا مع المؤسسه، ولهذا اليوم اي سون دوفوني يعني دخلوا في العائله الكبيره تاع فينوس. نفتخر جد الافتخار ان يكون مثل هذا الشركاء مع القطاع، هو قطاع استراتيجي وقطاع يعني الدولة حطت فيه إمكانيات كبيرة باش يخرج لنا يعني اليد العاملة المؤهلة، وصبنا يعني مؤسسة كما هذه يعني الله يعطيكم الصحة أنها تحتضن الشباب ولادنا في سوق الشغل.